هنا مدينة غزة لها ما لها ولأهلها ما لهم فوق الأرض، لكن تحت الأرض حكاية أخرى. مدينة ثانية كاملة مترامية الأطراف، لا يعرف طرقها ودهاليزها وغرفها إلا المقاومون. طبعا هنا بداية النفق، حيث يبدأ تكون هذه هي فتحة آمنة للنفق، تستخدم وقت الصفر وذلك في حالات التصعيد والطوارئ. الجولة في هذا النفق تعرفك على جزء من تكتيكات المقاومة في الهجوم على إسرائيل، فعبرها ينقل المقاومون الذخيرة والأسلحة والصواريخ. هو عبارة عن نفق استراتيجي يستخدم للعمليات الاستراتيجية مثل إطلاق بعض الصواريخ بعيدة المدى وكذلك رشقات أو صليات من الصواريخ 107 المحلية. طبعا هنا كما ترون خليك شوية منطقة استراحة للإخوة المجاهدين، كما ترون الإخوة على أتم الجهوزية والاستعداد لأي تصعيد لأي أمر طارئ. هنا كما ترون بعض الصواريخ الاستراتيجية وهي مخزنة داخل النفق. هنا أحد المرابض الاستراتيجية وهو صاروخ مربض وجاهز للإطلاق. طبعا كل ما علينا سوى فتح البوابة طبعا من الأسفل، وبعدها يتم بإذن الله إطلاق الصاروخ حيث تم توجيهه مسبقا. طبعا كما رأينا سابقا هناك بعض الصواريخ الأخرى، بعد إطلاق هذا الصاروخ يتم تذخير مرة أخرى في نفس المكان واستخدام هذا المربط أكثر من مرة بإذن الله سبحانه وتعالى. إسرائيل اعتبرت أن إنجازها الأكبر كان في تدمير أنفاق المقاومين في عدوانها الأخير. الصورة هنا وحدها ترد، لا بل تؤكد جاهزية المقاومة لجولة جديدة من المواجهة مع إسرائيل.